لما بدهم يذكروا الأنثى بيرمزوا لها بكل شيء بيحكي عن النعومة، فهي بمصطلحات الحياة صاحبة الأيدي الناعمة. بس سمر حافظت على هاللقب مع شوية تعديل، فقدرت تدخل عالم الرجولة من خلال تجربة مع رفيق الدرب جورج، وبلشت الحكاية ببوست نزل على الفيسبوك. قالت فيه إنها نزلت بزيارة على ورشة زوجة للنجارة واللي كان بحاجة لمساعدة بهالظروف، وتعذر عليه إيجاد شاب يكون معه بهالظروف الحالية. فبدأت سمر بالشغل مع زوجة لحتى تحولت هالمرة لمرات متتالية. صارت سمر حكاية زوجة سورية استحقت التحية الخاصة من برنامج صباحنا غير بيوم المرأة العالمي.